الشركة شركة قال لك باغا دير شي فنادق وتخلق شي 2000 من سيب شغل مدينة عين العودة، ولكن تعرض الوكالة الحضارية وتبين لي هنا راه غيديروا إقامة السلام اير بليس كار سكن اجتماعي. هانتوما إخوانا والمشاهدين، هانتوما هاد الشجرة واغتصب المستشار عين العودة ومستشار في الغرفة الفلاحية عند عائلة عين العودة، والله سبحانه وتعالى هاي خرجت منا حامضة، هاي هادي خرجت منا غرسة، وسيد العامل وصيبت لنا شي خبير يشوف هاد الشيء هذا، وراه خربوها وباعوا عين العودة كله ومحبسين مشروع ملكي. عاش الملك، عاش سيدنا، وعاش ولي العهد. السلام عليكم ورحمة الله، أنا ماهر محمد من مدينة عين العودة، عن باقي الورثة ديال ماهر ميلود بن تومي. حنا عندنا الوصية ديال الكاوري لو كليرك، سنة 1972 وقع الوالد واحد الوصية باش حتى واحد ما غادي ينزعوا من هاد الأرض هادي. فعلا بقينا فيها تنستغلوا فيها تنفلحوا فيها، استفدت الغرس من وزارة الفلاحة والتنمية القروية، وخرجت عندي اللجنة ديال الفلاحة وراقبوا الغرس ديالهم وعطاوني شهادة فلاحية، وبقات شجرة وحدة اغتصبوها في هذا الحرث هذا. درك غادي نطرقوا هذاك الموضوع، الله خرج منا واحد النبتة حنا غادي نشوفوها حتى هي. هذا المستشار هذا كان والو، كان تيرعى بعض الغنيمات وتيبيع السجائر بالتقسيط، ودابا راه ملياردير. حنا ما تنحسدوش على هذا الغناء، والله تيغني اللي بغاه، ولكن بالتحيل على القانون والديو ديال الدولة وديونا حنا دراويش ديالنا، حنا ما نتفكوش على حقنا، لا ما نفوتوش حقنا. وزيادة على هذا المحكمة فوق من هذا الشيء هذا، دابا تيجي يحرط لينا بالليل وتيزرع بالليل، حيت هو مستشار في الفلاحة باش يركب علينا ويعطيو عليها الاستغلال باش يفوتها على دارنا حنايا. حنا عندنا الوصية، الوصية سبقات أي حاجة، وزيدون فيها المحكمة ما خاصوش يوصل ليها. دابا كما تتشوفوا هذا البير هذا هو كنردمو لينا بالتراب، البير وكاين الدار وكاين المكازا كاين الكوري كاين المعصره ديال العنب، كلشي محدث في الخريطه ماشي عشوائي. حيدوا هادشي بلا قرار ديال الهدم، وشي شهر هذا ولا ما كاينش جينا درنا واحد الروبورتاج هنايا، ما كانتش هاد الحفره هادي، هي هادي جديده. دابا هادشي هذا تيديروه ما مسؤولين واش ما تيشوفوش هادشي هذا، وتنهضروا على هاد الغناء المفحش. وديجا بعدا ما عرفتش شنو كان عندنا هنايا مردوم، ما كناش عارفين شنو كاين. بالنسبه هاد الحفره هادي، انا راه تنقول الدوله راه كاينه شي حاجه، ما تحفرت جديده، راه كاينه شي حاجه. تيبقى الاحتمال وارد بانه ما راه الكنز، ما يمكنش غادي يجي واحد غيحفر هكاك وغادي يمشي. حنا دابا اللي تنتسائل عليه بزاف انا، وهو ان هاد البلاصه هادي ما عرفناش شنو كان تما، واش بيت المال، واش ما عرفناش اشنو. المهم الدليل القاطع على انه ما هو كان تيرعى بعض الغنيمات وتيبيع السجائر بالتقسيط. في 2005 المجلس الاول كانت عنده طروة السوناف، ودابا راه لا اله الا الله. انا ما حسناش على الغناء ولا حسنا على هادشي هذا، هو ما يحضروش علينا حنايا ويركبوا علينا. وتنوجه هذا النداء هذا للوالي، ولي مدينة الرباط وسيد العامل العمالة سخيرات تمارا، باش يحركوا لينا هاد المسطرة هادي. راه لا اله الا الله، راه بزاف، راه باعوا عين عودة كلها، وباز عندهم لوجه صحيح، وباقا تيطحنوا على انتخاب. تيستغلها مستشار باستغلال السلطة والنفوذ. وأنا تنقول لك فرنسا وزير لقاو موظف واحد من القرابة وقدم استقالته، باش ما تقول لي شي انتخاب. هاد الناس هادو وباعوا عين عودة كلها وباقا تيطحنوا على الانتخاب، وراه اللهم إنا منكر. نعم، ما مسيرني حتى شي واحد، انا هادي راه عرضي، انا ردوني عليا للحبس، باش غيسيرني شكون غيسيرني؟ انا راه اغتصبوا لي الغرس ديالي، حيدوه لي الغرس، نستافدوا من وزارة الفلاحة والتنمية القروية، انا ادوني 20 شهر للحبس. لهذا تنشكر مؤسسة محمد السادس وعيادة الإدماج على هاد الخير اللي داروا معنا ووقفوا معنا، وهما اللي وقفوني على رجليا، ما كرا رجعوني أنا للحبس. اللهم إنا منكر. عاش الملك، عاش ولي العهد، عاش المغرب، وعاش الأسرة الملكية الشريفة. كلمة أخيرة، كلمة الأخيرة، تنشكر هاد القناة
باش يوصلوا لينا الصوت ديالنا لسيد الوالي وسيد العامل عملات خيرات تمارة وجميع المسؤولين، تنقول لهم حركوا لينا هاد المسطره، هاد السيد هذا راه طغى علينا بزاف.